السؤال الثاني دينا، شو هو شعورك لما بتشوفي صور لسوريا بالوقت الحالي لمناطق انت كنت عايشة فيها؟ لما بتشوفي مدرستك مفجرة، او محل المطعم اللي كنت تحبي تاكلي عنده فيه قذيفة، او رفقاتك اللي كنت معهم عم يموتوا او عم يجرحوا، شو بتحسي بوقتها؟ شعور كتير بشع، ما بظن انه في اي كلمة بالعالم تحسن توصف هذا الشعور نفسه، لانه اول شيء بتشتاق، ثاني شيء بتحس انه رابية، ما بعرف كيف، بتحس في شيء هيك بصدرك، بتحس كأن قلبك عم ينكسر، لانه بتعرف انه حتى لو رجعت ما في شيء رح يكون مثل ما كان قبل. What are you feeling when someone asks you how is Syria right now? Pues me siento muy rota porque es un sitio, no por ser mi país ni nada, aparte de eso, es un sitio maravilloso, es un sitio lleno de cultura y lleno de buena gente, de es un buen sitio realmente y está, me siento súper rota. Es que esa pregunta no puedo. كيف كانت وجهة نظرك، أو كيف هو يعني رأيك لما بتشوفي حدا سوري طالع من سوريا ووصلان على بلد أوروبي، بغض النظر عن برشلونة، عن أي بلد؟ كريستيانو también. برفع. Cuando veo a alguien que ha salido de su país, de Siria, y que ha llegado a algún país europeo o lo que sea, primero siento que quiero darles un abrazo, aplaudirles por haber llegado.